ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. زي ما قدمنا بالظبط المسخن الفلسطيني وعملنا عيش الطابونه، اوريكم بس سريعا في الفرن بسرعه بسرعه قبل ما اهو على ظهر ال ماشي. دول بره دي لازم من هنا. لا عينيا والله انت طهر. ماشي تمام. اوكي تسلم ايديكو. انا بس عايزه ادخل بقى شويه من ال ايوه شويه من الايه من السوداني ده عشان نعمل حاجات حلوه. وما شاء الله ما شاء الله الرغيف مولع. خليني احطه هنا. هاخد شويه بس من السوداني. اي مكسرات بصوا بحطها زي ما هي بدون اي ماده دهنيه وبدخلها الفرن تتحمص تطلع الزيوت الطبيعيه اللي جواها، تستمتعوا وانتم بتاكلوها ولا فيها بقى تحمير ولا اي حاجه. اهو هحط شويه هنا يتحمصوا ونبدا بقى نتكلم عن العاشوره. عندنا العاشوره كل سنه وحضراتكم طيبين من المناسبات السعيده في السنه، ويعني يفضل ان احنا لو صايمين هتبقى جميله جدا. خلينا نتكلم عن العاشوره. معايا مقادير العاشوره. عندي حوالي نص كيلو من القمح. بسم الله. نص كيلو من القمح. وعندي كمان لبن. وعندي تقريبا كده نص كيلو قمح عليه لتر لبن. عندي كوبايتين من السكر او كوبايه او نص على حسب ما حضراتكم تحبوا. ثلاث معالق كبار من النشا. في ناس بتضيف دقيق، انا مش مع فكره الدقيق يعني قوي لحد كبير لانه الدقيق بيغير الطعم شويه. علبه قشطه لو عندنا قشطه بلدي يبقى جميل، لو ما عندناش يبقى قشطه نباتي او قشطه علب مفيش مشكله. عندي كريم شانتيه. عندي كمان رشه من الملح. وعندي مكسرات حسب الرغبه يعني جوز هند زبيب. انا بحمص شويه سوداني. طيب العاشوره دي ترجع للدوله العثمانيه وكانوا بيسموها حلوى نوح. الاتراك كانوا متخيلين يعني انه سيدنا نوح هو اللي كان مقترح هذه الحلوى يعني. وانه صلاح الدين الايوبي لما دخل مصر كان حابب يمسح كل الذكريات المتعلقه بالدوله الفاطميه حتى الحلويات اكلاتهم كلها. وهي اتعملت عاشوره ومشهوره طبعا في شهر محرم. والرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما راح المدينه لقى ان هم بيصوموا اليهود يوم عاشوراء، فكان بيسالهم ما هذا الذي تصومونه؟ قالوا له ان ده يوم عظيم. فكان ربنا ساعتها يعني غرق قوم فرعون ونجى سيدنا موسى وقومه يعني. فامر بصيامه وقال انها سنه مستحبه تغفر الذنوب لمده عام. فعشان كده فضلنا ان احنا النبي عليه الصلاه والسلام قال نصوم اليوم التاسع عشان ما نبقاش زي اليهود. اتمنى يا رب كل سنه وحضراتكم طيبين وتعملوا وتبعتوا بقى لجيرانكم. بصوا بقى اول خطوه في القمح انا بنقعه شويه ساعه كده. وبعدين باخد القمح بعد ما بغسله طبعا كويس جدا جدا تبقى ميته زي ما حضراتكم شايفين رايقه زي ميه الحنفيه. باخده اسلقه. اول ما بيبدا يغلي شويه شويه كده تلاقوا الميه غمقت شويه، لا اتخلصوا من الميه دي وصبوا ميه جديده بتغلي من الكتل عشان تفضل ميه رايقه. اهم خطوه في العاشوره ان انا اسيب حبات القمح تتفتح كويس جدا وتتشرب حتى لو باقي سوائل ميه. انا دايما بعملها قبل بليله ليه؟ علشان انا عارفه ان بيبقى فيها شويه ميه لسه باقيين بتوعها ما شربتهمش. اول ما بتبات ليله في الثلاجه بتتشربهم كلهم بطلعها بلاقيها كده. شايفين حضراتكم ازاي حب ليه بقى؟ علشان انا مش عايزاها تتشرب كميه لبن كتيره. بصوا هي طبعا فيها نسبه حديد وفيتامينز كتيره جدا. بصوا انا هنا هاخد اللبن، معلش انا بغليه علشان انجز في وقت الحلقه. بسم الله هنحط اللبن بيغلي وهضيف كمان شويه يعني هغلي كده عشان اديها بس بسرعه انها تغلي معايا على الهواء. لكن طبعا انتوا حضراتكم في البيت ما تعملوش كده، هيبقى عندكم وقت يعني كافي كده. وهنبدا نغلي. طبعا كل ما تتفتح الحبات صح ما تاخدش كميه لبن كتيره. طبعا غنيه بالالياف تدي احساس بالشبع وبتمنع الامساك وبتحسن عمليه الهضم، بتساعد على التركيز وتحفيز الذاكره. هننمي ده. اللبن طبعا كميه كالسيوم حلوه بيقوي الاسنان والعظام، تمنع حصوات المراره، بتعالج الغثيان. في ناس كتير يعني بتحب القمح، فيها كمان غنيه قوي بحمض الفوليك وبتعزز نمو الجنين على فكره.
وبتحسن من عملية النمو بتاعه. بصوا بقى، هاخد هنا عندي السكر، بسم الله، مش حاطة كتير، حاطة نص كوباية. طبعا السكر ده حسب الرغبة كل عائلة، يعني المفروض يبقى متوسط أو يبقى بيحبوه مسكر قوي، بس طبعا إيه، هنعمل كده. بحط شوية من الكريم شانتي، تدي طعم مميز جدا. على فكرة لو عايزين تضربوه كمان وتحطوه بعد ما تستوي العشورة وتربط مع حضراتكم وتحطوا يعني تخلطوا الكريم شانتيه بميه ساقعه او بلبن وتضيفوه عليها، هيخليها كريمي لمده اسبوع في الثلاجه. غير ان احنا طبعا عاملينها جميله، يعني هتبقى ليها تاست وطعم مختلف تماما. هاخد كده نقطه من الفانيليا، مش بكتر لان دي فانيليا خام وانا مش عايزاها تبقى نكهتها قويه قوي. طبعا يفضل الباودر، في حاجات بينفع فيها الفانيليا السايله بتبقى طعمها سبحان الله مناسب للوصفات دي او للاكلات دي، وفي اوقات تانية لا. طبعا انا هسيبها تغلي شويه هنا كده مع بعض. هاخد هنا معلقتين من النشا، اللي عايز جوه العشوره يحط شويه جوز هند، انا بحب احط شويه صغيره، معلقه كده بس، تدي تيست وطعم لما بتغلي مع اللبن، بتدي طعم لللبن كانه حليب جوز هند، يعني بتدي لمسه لطيفه غير التزيين اللي من على السطح كده. ده من السكر، ماشي اهو، هنقلب تقليبه حلوه. وخلينا بقى نجهز كده للنشا، في ناس بتحب تحط دقيق وفي ناس بتحب تحط نشا، احنا ده امان معانا ولا ايه؟ يا سلام، تسلم الايادي والله. بصوا بقى انا اقدر يا فندم اتكلم. طيب خليني اخد ايه، انا عايزه لوش، محتاجه لوش ضروري، خليني اخد منه شويه كده في الخلاط، ممكن اخلط شويه، بسم الله، اكسرهم كده، بتبقى حلوه يعني، شويه صغيرين مش كتير، معلقتين ثلاثه كده، بسم الله. ولو انا بحبها اصل بحب كميه الحبه اكتر، مش انها تبقى فيها شويه مجروشين يعني كده. بس تعالوا بقى ننزل دول هنا، خلوا الخليط كده متماسك وحلو، بسم الله، ونقلب تقليبه حلوه. وهناخد بقى هنا عندي قشطه، بس هخليها في الاخر، لا عايز يضيف قشطه ممكن شويه هنا في الاول كده، ونسيب شويه في الاخر كده. طبعا الكريم شانتيه لو حابين زي ما قلت لحضرتك تضربوه في الاخر وتحطوه وتقلبوه بعد ما تطفوا عليه هيبقى رائع. لازم تغلي غلوه حلوه، كل ده لسه ما ضفتش اي حاجه، ولا نشا ولا دقيق ولا حاجه. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم انا يمكن مع النشا لانه طعمه فلات شويه، ما بيخليش يعني في طعم الواحد يتضايق منه. الشوايه هنا شغاله، انا مش عايزه الشوايه، خلي ده بس هنا يهدى، هاخد منه دلوقتي. محمد لو في لوز كمان، انا عايزه لوز. بصوا بقى كده، هاخد كده تقليبه حلوه، وبعدين النشا اهو، ممكن اخد بوله صغننه كده اهي، البوله دي بس هاخد فيها معلقه نشا واحده او معلقتين، تربط بس الخليط بتاعي بشوية مية ساقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، أو شوية لبن ساقع زي ما تحبوا يعني أهو. يبقى أهم حاجة في السل إن تبقى المية رايقة وجميلة، نضيف مية سخنة نسلقها كويس، بننقعها ساعة، القمح بعد غسيله كويس جدا، وبعدين بنبدأ إن إيه، بعد ما بيتسلق بنبدأ نسيبه يتشرب كل المية والسوائل اللي موجودة فيها، ودي مهمة قوي علشان ما تستخدمش مني كمية لبن كتير. كده ونشوف، احتاجنا بالقوام تمام، ما احتاجناش خلاص، بسم الله. طبعا هو السوى كله والفكرة كلها في القمح، طعم هيبقى جميل. اللي عايز يحط قشطه وش اللبن ماشي، اللي عايز يحط قشطه او يضرب كريمه حلويات مع معلقه كريم شانتيه ماشي، انا اديتها عشان تدي طعم وتيست حلو كده، تحسوها فيها طعم مختلف وجميل محبب.
مش عايزينها تبقى تقيله قوي اهم حاجه. وانا هوريكم زي ما اتفقنا بظهر المعلقه بنجرب نعمل الخط ده عشان هي مش بتقل، لان لما بتقعد تبرد بتتقل تاني، فاحنا مش عايزينها تبقى ناشفه في الثلاجه، احنا عايزين يبقى فيها قوام كريمي. لو في سوداني تاني كمان عايزين، او لوز، اي حاجه يعني للي عايز، ولا انتوا عايزينها ساده؟ اوكي يا حبايبي انا هجيب اهو. بصوا بدات تتماسك ازاي اهو، انا عايزه القوام ده بقى، شايفينه ده اللي هو ولا تقيل ولا بصوا ينفع كده، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا في ناس تحب تضيف عليها قرفه، انا عايزه بقى القوام ده. بصوا هضيف اخر شويه من الكريمه، مش الكريمه القشطه يعني، بسم الله. ويلا بينا نصب بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا دي ونزينها. يا سلام، موضوع بسيط. انا غليت اللبن يمكن ده خد مني وقت اقل، ما تستغربوش، بس عشان انا يعني ايه السرعه عندي بتبقى مهمه شويه، لكن احنا في البيت نقدر ناخد وقتنا زي ما انتوا عايزين، بس برضو بيفرق يعني. طيب ناخد كده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. هحتاج لوش بس نغرف بيه علشان ايه نصب بقى العشوره بتاعتنا ونزين. خلاص انا كده مش محتاجه حاجه خالص، شايفين القوام جميل ازاي وشايفينها عامله ازاي اهو ده. بصوا هوريكم في معلقه تانية عشان تبقوا شايفين اهو اللي هو كده، مش عايزاها تبقى ماسكه اكتر من كده، عايزاها بصوا تبقى فيها كده، انها هتتقل عن كده شويه هتبقى مظبوطه جدا اهو. دي العلامه اللي دايما بنجربها مع بعض، اللي هي الخطين ما يجوش على بعض حتى في البشاميل اهي، شايفين ازاي؟ بس كده. طيب هي ما تبرد هتمسك شويه، احنا بقى عايزه يهمني لما تدخل الثلاجه، وده الايشو في الموضوع انها ما تمسكش جامد. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ازاي؟ لان العشوره معروفه دايما انها تفرق عن البليله في القوام، يعني في القوام بتاعها. شايفين جوسي؟ اهم حاجه ما تدخل الثلاجه تفضل كريمي بقى، هو ده المفيد في الموضوع، مش انها ناشفه. دي مش عامل كويس انا ما برحبش بيه الحقيقه، هينشفها منكم وهتمسك وهتبقى بلوظه. بصوا شايفين ازاي؟ هو ده، شايفين القوام؟ هو ده، هتدخل الثلاجه تبقى يعني ان شاء الله مظبوطه مع حضراتكم، طعمها هيبقى جميل. واحنا خلطنا شويه جرشناهم يطلعوا شويه الايه يعني، تقلوا شويه الخليط، ما يخليهاش حبوب صريحه زي البليله، تبقى مجروشه سنه كده زي ما بنشتريها من بره. اللي عايز بقى يضيف بولت ايس كريم، شويه مكسرات، براحه حضراتكم، دي حاجه ترجع لكم. شايفين ازاي؟ بسم الله. والله الكاسات دي جميله، انا عاجباني بصراحه وعاجبني اللي شاريها، تسلم ايدك يا رونا، مظبطانا يا رونا والله، جميلة. وعلى قد الايه الوجبة يعني، على قد ما كل واحد فينا يستوعب ياكل عشان ما ياكلش كتير حلويات. بسم الله اهو، شايفين ازاي؟ الله، يا نهار ابيض. نحط تاني؟ في تاني كفاية كده؟ متأكدين؟ طب يلا ناخد بقى شوية زبيب حلوين طبعا، على ايه على يعني حسب الرغبه، في ناس تحبها ساده، ناس تحب عليها مكسرات، ناس ما تحبش خالص، يعني حسب الرغبه اللي موجود في البيت. شويه كده جوز هند اوكي، وهناخد كمان كام واحده من السوداني كده، تدي شكل حلو، شرط يعني يبقى لوز، مش شرط يبقى حاجه، في لوز وفي كل حاجه بس تغيير عشان لو ما فيش عند حضرتك ما يبقاش في ازمه، وممكن تبقى ساده. انا عن نفسي بحب الرز بلبن ساده، بحب العشوره ساده، ما بحبش اي حاجه فيها منكهات. بصوا بقى الجمال رائع جدا، وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. ممكن كمان نعمل واحد كده اوكي، نقدم بس ده هناك، ونعمل واحد تاني كده كبير ممكن نقاسم فيه. جربوها بقى وقولوا لي راي حضراتكم. وطبعا هنستعد مع بعض دلوقتي للفقرة الطبية. بصوا بقى طبق كبير كده رائع، ايه لأصحابنا وحبايبنا بقى.
نعمل طبق كده عائلي بشوية الايه المكسرات الحلوة دي كده، وهنا كمان شايفين، وشوية جوز هند وصحة وهنا على قلب حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام بألف صحة وسلامة وسعادة يا رب بإذن الله.